ضميري مش رح يرتاح إلا ما يتعاقب اللي قتل أمك وأخوك. زرع الحقد بقلبه. الخيط مش رح تلاقيه إلا عند بيك. بيي عم بقلك اليوم بدي شوفك. وهلأ إذا ما رح تنزل اليوم رح أبعت دورية تنزلك على المخفر لعندي. صار الوقت ليواجهه. زياد طلبني على التحقيق. شو؟ ليش عملت هيك؟ اللي صار امبارح خطر خطر كثير. شباك أنا أخذت قرار كثير مهم. شو؟ أنت جنيت؟ برداني أنا. أنت عم تتخيلي إنه بيي كان بده يقتلني لإلي؟ يوميا بعد الأخبار على الـ MTV.